السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. النهاردة حبايبي بقدم لكم الوصفة الجميلة ديت لنزلات البرد والسعال والكحة والتهاب القولون والألم الدورة الشهرية وللضغط العالي. والله العظيم مكونات موجودة في كل بيت، وصدقيني هتعتمديها وهتدعيلي دعوة حلوة من قلبك. يا رب النهاردة الفيديو يعجبكم وكون ضيفة خفيفة على قلبكم، وما تنسونيش بلايك وشير وتفعلي الجرس عشان يصلك مني كل جديد. وهنا هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. معانا هنا حبايبي بقى إيه الوصفة السحرية اللي هنستعملها النهاردة للقضاء على البرد والسعال واللي عنده ضغط، ألم الدورة الشهرية، ألم القولون. بصراحة بصوا دول ست حاجات، بصوا مش عايزة أقول لكم بدون شك، ودي مواد طبيعية والزيوت طبيعية ومش هتضر أي حد. هنبتدي بقى هنا معانا ينسون، احنا برضو عارفين الفوائد بتاعته، ومعانا هنا معاه زعتر على شمر. يعني دول تلات حاجات، ينسون زعتر شمر، دول أنا حطاهم في برطمان واحد. ومعانا هنا يا ربي دول ثلاث مكونات، ومعانا هنا ربع معلقه صغيره جدا من الكمون، تمام. ومعانا هنا القرنفل، ثلاث حبات من القرنفل يبقوا خمسه. ومعانا هنا نص ليمونه، ومعانا هنا نعناع فريش. يعني بصي لو عندك فريش يفضل الفريش، لو عندك اللي هو النعناع الناشف مفيش مشكلة شغال. هنبتدي بقى هنشيل الليمونة دي كده، وهنا معانا مية بتغلي. هنحط المكونات دي كلها اللي هو الشمر والزعتر واليانسون والنعناع والربع معلقة كمون، تمام كده. معانا ست مكونات، واخر مكون اللي هو السابع اللي هو الليمون اللي هنعصره، وبنسيبهم ياخدوا يدوبك مش اكتر من دقيقتين على النار عشان الليمون ما يمرش وتعرفي تشربيها. وهنا حبايبي طبعا ايه الوصفة قعدت دقيقتين على النار. حطينا بقى هنا معلقة سكر، ويا سلام لو عندك معلقة عسل ابيض هتحطي نص معلقة صغيرة. هنجيب بقى ايه الصفاية هنحطها، وهنا معانا المكونات اللي احنا غنيناها مع بعضيها، الست مكونات، تمام. وعليهم النص ليمونة، وممكن كمان تحط نص ليمونة ديت، وايه بس اللي ما عندهمش ايه مشاكل، اللي الليمون ساعات بيعمل ارتجال، فاحنا ممكن تحط نص ليمونة وهي ايه بتغلي، تمام. هنشيل بقى كده وبنقلبها، وكده تمام هي جاهزة على الشرب كشكل تجميلي. بقى عايزة تحطي كده عود نعناع، تمام. انا مش عايزة اقول لكم والله والله اعتمدي وعلى ضمانتي الوصفة ديت، وصدقيني والله ليها كذا حاجة. اللي عايزة تخس، ألم الدورة الشهرية، السعال، اللي عندهم سعال ونزلات برد جامدة وكحة وما بيناموش طول الليل، الوصفة دي لو استعملتيها لمدة أسبوع، مرة الصبح ومرة بالليل، هتشوفي النتيجة والله، وهتدعي لي دعوة حلوة من قلبك. يا رب النهاردة الفيديو يعجبكم، وأتمنى منكم المشاهدة فضلا وليس أمرا، والسلام عليكم.